على مثل الدكتور مانات بقصة مدينتين. كنت درجي في زمن الثورة. ولك حاش تشرب بقى، حاش تشرب. اللي عم تعمله بحالك شي بيقرف. شو حابب تفوت كوما يعني؟ أخي بس فوت كوما كبني بالشارع ولا تتعرف علي. إيه بلا أكل هوا، بكرة القصة بتطلع براسي مثل العادة وبقضيها ركض بالمستشفيات. ولا تتعرف علي بفرانك، بس اتصل بالإسعاف قل لهم يجوا ياخذوني، حطني على رصيف، ولما بيسألوك وين لقيته قل لهم بحاوية زبالة. ولك افهم بقى، أنا ما عم بحكي مشان المصاري، عم بحكي مشانك، خايف عليك. من شو؟ من الموت؟ سعري بسالة الميتين ألف اللي ماتوا. مرتك شايلة صورة علم الثورة من على بروفايل على الفيسبوك. شو؟ شكله الله هداها. ايه انا قلت لها تشيله، لانه الماع يلي بالجامعة عندها بامريكا عم يعووه كتير. والصرامي، الصرامي اللي ما بيمعوا ما زعلوا منا؟ ليك جابر احترم حالك وقعد تتجاوز حدودك معي. ها ما بكفيك اللي صار فينا؟ لك نزل الصر معي من ايدك. لا ما بكفيك اللي صار بامك. اسأل حالك. نزل الصر معي. اعملها. ما بكفيك اللي صار فيني وفيك. لك نزل الصر معي يا حيوان. ما رح نزلها، ما رح نزلها، ما بنزلها. شو بدك تساوي يعني؟ ها